كمل ياك كمل ياك نكمل ياك داك مشكور داك الصحافه المرئيه كامله ديال الاخوه ديال الرباط. فداك الطلبه اللي دابا باقيين حاصلين هما اللي حاصلين في ميديك معبر ديال ميديك اللي كاين في داك سميتو داك النهايه ديال اوكرانيا باش يدخلوا. بقات لهم 200 متر باش يدخلوا الحدود ديال بولونيا. ثلاث ايام وما تما لما لا اكل لا والو. ناهيك ضربوا 60 كيلومتر على رجليهم داك يومين وما غاديين على رجليهم. والان حنا اللي كنطالبوا من السلطات المغربيه ووزاره الخارجيه والاخوه داك والسفاره المغربيه هذا هو الحاجه اللي مستعجله دابا. الاولاد اللي حاصلين دابا في مود داك موديك وكيصوتوهم العسكر ديال بول داك العسكر ديال اوكرانيا كيصوتوهم اللي تكلم على حقه. باتوا في الزنقه باتوا في البرد رغم ما نعسينش من نهار الخميس. من نهار الخميس هما في العذاب ضربوا 1200 كيلومتر في التران. من التران 60 كيلومتر على رجليهم. مني وصلوا على رجليهم باقيين يومين دابا هما في مديك في المعبر اللي غادي يدخل. خاص يطلقوهم دابا المعسكر ديال اوكرانيا باش يدخلوا تما لانهم تمحنوا وطفوا لهم التليفونات كاملين. حتى واحد حتى اخبار ما بقات تجينا لحد الان شي ساعه دابا ما بقاتش كتجينا الاخبار. ومن هيك على الاخوه اللي كانت تتصلوا بهم في وزاره الخارجيه وكانت تتصلوا بالاخوه اللي في وزاره فوز هذاك السفاره المغربيه كيديروا لنا اصبروا عا كيبردونا. كون هاني واخا ولكن كتعيط على الوليدات كاع عياو كتعيط على الوليدات سخفانين كتعيط على الوليدات جيعانين كتعيط على الوليدات تمحنوا مساكن. رغم ما تنساوش بان كيقراو تقريبا ما ينهز 9000 طالب مغربي باوكرانيا. 9000 طالب مغربي باوكرانيا وهاد 9000 شحال كنعطيو لحنا لاوكرانيا. الاباء الامهات الاولياء الناس مجوعه راسها في المغرب وكيعطيو لاوكرانيا 1.5 مليار دو درهم. 1500 مليار ديال السنتيم اللي كيعطيو المغاربه لمن لاوكرانيا كنعطيوها لهم سنويا ولكن هذه يومين راه وليداتنا كيتصوتوا في المعبر ديال ميديك معبر ميديك بولونيا. كاع صحاب هنغاريا دازو صحاب تشيكوسلوفاكيا دازو صحاب رومانيا دازو كلهم هذا الا المشكل اللي باقي. حنا كنتواصلوا بالسفاره كنتواصلوا بوزاره الخارجيه واخا ما كاين حتى شي حاجه. هنا الدراري مساكن اصيبوا احباط ضربوا 60 كيلومتر على رجليهم 1200 كيلومتر على التران. لهنا ما بقات عندهم لا ماكله في المعبر ديال ميديك اللي باش خاصهم يتجاوزوا. وربما اللي سمعنا حنا كاين اللي كيبتزهم تيقول لهم دوروا معايا. الدراري ما بقاو عندهم لا فلوس لا حتى شي حاجه. لهذا مطالب من السلطات المغربيه ومطالب من الحكومه المغربيه ومطالب من اب روحي جلالة الملك التدخل الفوري لانقاذ طلبة اللي تتواجدوا دابا في ميديك بولونيا. راه حابسينهم وكيصوتوهم وراه لا شفتوا الصباح الاخ العقاوي اللي كاين في شو تيفي قال كفاز ليهم. راه باتوا فاش باتوا في موان سي دوغري لما كلا خمس ايام ما نعسوا. ناهيك على الحرب النفسيه اللي عاشوها ناهيك على الحياه اللي عاشوها. الدراري اللي كيتواجدوا دابا الطلبه بمدينه اللي بالنهايه معبر ديال ميديك راه باقيين حاصلين لحد الان. واللي مرجو دابا هو باش يعتقوا الدراري دابا فورا. هذوك راه وليداتنا هذوك راه الكبده ديالنا. مزيان جلالة الملك والحكومة المغربية ريبوا جبل وطيحوا جبل على ريان. ودابا راه خوتنا كاينين تما خصنا ما نعسوش. راه الأمهات والآباء كاملين ما كينعسوش مقابلين على التليفونات غيصطيو التليفونات كيضلوا يبكيو كنواسيو بعضياتنا. تمحنا لذا المطالب الفوري باش يتعاتقوا الأولاد اللي كاينين في مديك بولونيا باش يعبروا هذا. وشكرا لاخوه الصحافه.